عيد وذكرى، ولعل الأهم لدى البعض أنه عطلة رسمية. فما هو العيد الذي يقع في 25 من أيار؟ إلى جوني توجهنا للإجابة عن السؤال. جامع المارجريس، عيد البشارة، عيد الصعود، صعود المسيح، عيد التحرير. بابا عيد بيقولوا عيد التحرير، نحن كمان غربية يعني. سألنا البارح قال كله مسكر اليوم. فرصة. ليه؟ بتعرف ليه؟ لا. لا بدي عيد جميع القديسين اليوم. لا خميس، لا اليوم خميس الصعود. خميس الصعود اليوم. صاري ما بتدخل في هالأمور ميرسي. أنا هلا أمي قالت لي إنه بعي لأنه عيد أم التحرير. ما في عيد. ما عيد. عيد شو؟ مو بعرف، ما عندي فكرة. لأنه اليوم خلصت الامتحان. ما بعرف سوري. لأنه في إسرائيل إنه راحوا من سود لبنان. يعني عيد التحرير. اليوم عيد الصعود. عيد فاطمة. في وطن 10452 كيلومتر لا يعلم كثيرون أن جزءا كبيرا من تلك المساحة تحرر في مثل هذا اليوم. يعني هذه المسألة مرتبطة بالتاريخ ومرتبطة بالثقافة. أنت بتعرف أن جوني هي مساحة عزيزة جدا من الوطن، ولكن هذه المنطقة بحقبة من الزمن كانت مصادرة من مجموعة من القوى اللي كانت تعتز بعلاقتها مع إسرائيل. فاليوم نحن منقول تصحيح مسار التاريخ يبدأ بكتاب التاريخ بالبرامج اللي بتعدها وزارة التربية وبتأكد على انتصارنا على العدو الإسرائيلي، وبالتالي وسائل الإعلام تبعنا طبعا مش كلها مسؤولة، البعض منها مسؤول، لازم تأكد على مفهوم الانتصار بوجه العدو الإسرائيلي وما معنى هيدي الذكرى. كأنما وطنان في وطن واحد، لكل وطن عدو وانتصار وكتاب تاريخ مشترك على قياس الطرفين. أما التحرير فذلك يبقى رواية أخرى أكبر من وطن 10452 وانقسامات أهله. حسان الرفاعي، قناة الجديد.